بفاميلي اليوم اكيد موضوعنا وكل هالفتره عيد الميلاد المجيد، عيد الميلاد المجيد يلي بنبلش فيه السنه او بيسبق بدايه السنه اللي نكون عم نتحضر لسنه جديده نقدر ننطلق فيها باجواء حلوه، ننطلق فيها بزواده قويه على امل انه يكون عيد الميلاد عم نحضر له لحتى اللي نقدر ناخذ منه زواده. اليوم الاب اثناسيوس شهوان موجود معنا، والرساله اللي بده يوصلها هي فليكن هالميلاد ميلادك انت. بونجور، صباح النور، صباح الخير، وشكرا لوجودك معنا. بير اثناسيوس، يعني خبرتك كثير كبيره، حضرتك متخصص بالاودو فيزيوال بالفوتوغرافي، وصار لك 7 سنين بالكهنوت، يعني فعلا اخذ المجد من اطرافه يعني للوصول الى الكهنوت وهالقرار يلي كثير حلو. كان تحدي تحدي كان تحدي انتقلت فيه من عالم الضوء الاصطناعي لعالم الضوء الحقيقي. يعني نعم. الاوديو فيزيوال والفوتوغرافي بتستعملي ضوء، هلا بس تكون عم تصوري او الدور بيكون الضوء الطبيعي. انا لحقت الضوء، تقول لي كاتيا وصلت عند النور اللي هو نور من نور يسوع. نعم. على كل حال ما اعتزلت لا الاوديو فيزيوال ولا الفوتوغرافي، هذا بدمي بحبه، باتجاهك الى الكهنوت، ولكن استعملت كل هالوزنات يلي عندك اياها لحتى تضلك عم تقدر توصل الرساله بالاجواء الحاليه، يعني غير كتير. عبر الصوره والصوت ما فينا نوصل بقى. لا بالعكس، اصلا يسوع كان اول مصور. نعم. لانه صورنا على صورته. صحيح. اول اعلامي على كل اول حال. اعلامي وهو اول مخرج. صحيح، هو بحب كثير النور وبحب الضوء وبحب كل شيء. يعني لايصال الرساله لازم يكون في اعلام. خلينا نشوف سبوت حضرت لنا اياه لهالمناسبه. ماذا يعني لي كشخص وكشخص مع الجماعه؟ كيف في يفعل وجوده في حياتي؟ كيف فينا نستقبله للمسيح؟ وين بنستقبله وكيف هذا بيصير؟ المسيح على الأرض فارتفعوا. الفعل اللي جاي بيعني مرفعوا، بيعني ارتفعوا. بدنا نرتفع بالقلب، بالنقاء، بالطهارة، نحن بدنا نرتفع. فإذا نتوقع أكثر مثل ما بيقول الإعلان، خبرنا شوي عن هالسبوت وعن المشروع. هذا سبوت هو، أنا بحب وجه تحية كثير كبيرة لصاحب الغبطة يوحنا العاشر يلي هو أطلق هالشرارة كلها حول الإعلام ومركز إعلامي، واللي عم نبني شوي شوي، بيقولوا بالفرنساوي بتيتا بتي لوزو في سوني، يعني شوي شوي. صحيح. لاحظت هو قال بالميلاد نحن بدنا نرتفع. نعم. يعني نحن كأشخاص. لأقول لك ليش؟ لأنه نحن بالأساس شو ما كان موطننا على الأرض، وين ما كنا، نحن عنا وطن أساسي وهوية أساسية هي السماء. هلا هذا منه كلام شعر، لأنه الإنسان بس يجرب كتير طعمات بهالدنيا ويرجع يذوق طعمة الله بيعرف إنه هالطعمة هي أطيب طعمة. وقد ما ياخد أدوية بالحياة تتهدي له أعصابه بلغة اليوم، بس ياخد حبة من يسوع بيروقوا أعصابه. سلامي أعطيكم لا كما يعطيه العالم. هي الموضوع كاتيا بكل محبة، نحن اليوم باسم كثير من الاشياء عم نفكر حالنا انه نحن منقدر نتخلى عن هالهويه السماويه وهن عالسكنه فينا. يعني باسم الحريه ما بدنا يسوع. طيب مين قال انه يسوع مش هو ملك الحريه؟ باسم المحبه وعدم التعصب والانفتاح مثل ما قلتي وعدم القوانين ما بدنا يسوع. طيب مين قال لك انه مش يسوع هو اكثر منك هيك؟ يعني نحن عم نظلمه ليسوع، لانه بالعكس الحرية الكاملة اللي بتعطي راحة وسلام هي يسوع، يلي بيجردك من كل القوانين اللي بتأيدك وبتعطيك قانون المحبة الكاملة هي يسوع. ليش؟ لأنه يسوع هو الله صار إنسان، يعني الله الخالق يلي خلقنا كلنا إجا صار إنسان مثلي مثلك. قديش حبنا تصار مثلنا. نحن علينا نكتشف من هالدعوة هيدي، من كل هالخبرية، انه فعلا هو بحبنا كثير حتى لو نحن ما تعرفنا عليه بعد او تجاهلناه او فهمناه غلط. بس نرجع نتعرف عليه بنقول روحنا علينا اشياء كثير.
بس شبابنا، وانت بتتعامل بير اثناسيوس مع الشباب بالجامعات والمدارس، شبابنا كمان دايما بحاجه لانه يكتشفوا اشياء جديده، ودايما عندهم ثوره على كل التعاليم يلي يعني بنعطيهم اياها ان كان بالبيت او بالكنيسه. مزبوط. بعمر معين بيصيروا هن بدهم يكتشفوا الاشياء وهن ياخذوا قراراتهم. هيدي المرحله منا هينه ولا على الشباب ولا على اهلهم. تسمح لي اقول لك انا مثلا اليوم عندي شابين واثنيناتهم بالجامعه. نعم. شبابنا وصبايانا من اطيب الشباب والصبايا موجودين بالكون. كثير نفسيتهم حلوه، عندهم ثوره وحقهم. نحن كنا شباب وعندنا ثوره. بس الثائر الاول واللي عنده حب الاكتشاف اكثر هو يسوع. هن اللي عم بيقولوا اللي عم بيسموه لا 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 هو يسوع. يعني مثلا بتيجي بتحكي مع حالها شاب وصبيه، انت ليش ما بدك هالشغله؟ انا بدي المحبه. طب مين عنده محبه اكثر من يسوع؟ بدي المساواه، مين عنده مساواه اكثر من يسوع؟ انا بدي انه ما يكون واحد احسن من حدا، مين قال لك انه مش يسوع اللي بده هيك؟ يعني كل اللي انتم عم ترفضوه هو يسوع اصلا رافضه، ما هو انصلب لانه رفضه. يعني الثوره الاولى في الحياه اللي تحققت، يعني حتى انا مره مش عم بحكي سياسه بس هيدا من ضمن اللقاءات اللي بحبها، حتى بقول لهم اللي هن الشيوعيين بسموا حالهم، مش انتم عم بتطالبوا بال ان دو تخوا كات؟ يسوع طالب فيها اكثر اكثر. يعني يسوع هو الشيوعي الاول، الاشتراكي الاول، الديمقراطي الاول، صاحب الحريه الاول، المستقل الاول. يعني كل الصفات اللي نحن عم نفتش عليها والثورات اللي نحن عم نعملها هو النادى فيها قبلنا. يعني بدك يعني اللي عم يصلي من حديثك كبير اثناسيوس انه خلي يكون عندي شخصيتي وفكري وطريقي والى اخره، بس ما بتتناقض ابدا ابدا مع تكمل. مع يسوع يعني حتى كل اللي انت عم تفتش عليه سبقك عليهم، سبقك عليهم وحققهم بذاته. القيمه صدقيني، كنت عم بحكي انا وشاب برا اسمه ستيف، عم بقول اسمه، ما حدا بيعطينا قيمه 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 فلاغ يعني الا الرب بس يسكن فينا. هو الوحيد اللي بيرفع لنا راسنا. بتعرفي ليش كاتيا؟ لانه ما بده شيء منا، يعني حبه بلا مقابل. ما عم بيعطينا شيء تياخد، بالعكس عم بيندمج فينا للاخر. نحن بنرتفع بس نعيش مع يسوع. عم بقول بطرك ارتفعوا، نحن بنرتفع، نحن ما بنرتاح الا معه وهو بيرتاح فينا. اليوم بدنا نقول انه فاذا هيدا الرساله يلي كثير واضحه، خلي يكون ميلادها هالميلاد ميلادك انت، ومطرح وكأنه ما أنا. ومطرح ما انت ومثل ما انت وباختلافك وبتنوعك والى اخره. يعني وكانه اجمالا الميلاد عم يمرق مرور الكرام، ما بس زينه وهيك. يعني هلا تعبري عن الزينه كثير حلو، مثل اليوم جيتي مثلا حضرتك على الاستوديو لابسه لباس مرتب. هلا انا عم بمدحك كفوتوغراف وكثير حلو الاسود والابيض، لازم تكوني بريزونتابل لانك عم بتعبري عن الرساله تبعيتك. بتكوني احلى بريزونتابل لما بيكون الكونتينو تبع حديثك كمان احلى من الثياب. يعني نحن بالميلاد حلو نفرح، حلو نعمل سبا، حلو نحط الايقونه، حلو نتعشى كلنا سوا، بس صاحب العيد هو الاحلى والاحلى والاحلى. يعني ما ننسى بمين عم نحتفل بكل هال، مش هيك؟ نحن بحملاتنا عندنا بوسترز، يعني انه اذا كنت حكيم او كنت مهندس او كنت حداد او كنت شو ما كنت، انت فيك من مهنتك تصنع الميلاد بحياتك. يعني الميلاد هو اذا بدك مصالحه ثالوثيه مع الله، مثلا هون لك هي مذيعه مع الله، مع نفسي، مع الاخر. يعني انا كانسان بس اتصالح مع الله، بتصالح مع ذاتي وبتصالح مع الآخر وبعيش بسلام. نحن المشكلة تبعتنا كاتيا اليوم أنه مش منقسمين مع غيرنا، نكون واقعيين، منقسمين مع حالنا. نحن we need a inner peace، بس هذا ما رح يعطينا إياه إلا الرب. أبونا، ببهرجة العيد وهالزينة اللي عم تحكي عنها وهالاحتفالات يلي كتير مهمة لأنه صاحب العيد مهم وبدنا نحتفل طبعاً فيه بأحلى طريقة، كيف بنوصل للشباب والصبايا أهمية هالعيد بالوقت اللي هن عن جد منهمكين بأنه يكملوا مستقبلهم، منهمكين بأنه يفوتوا بمجتمع فيه كتير تنوع وكتير أفكار، واليوم ضايعين بلكي لحتى يقدروا يلاقوا طريقهم خاصة؟ أول شيء الشباب اليوم عن جد عن جد عن جد الله يعينهم. هاي كلمة مظبوطة.
شيء قصف من كل الميلات عليهم يعني من كل الاتجاهات. أول شيء الغلاء المعيشي كتير كبير. نعم. يا ما في شباب والصبايا عم بيضطروا يشتغلوا تيكملوا جماعتهم لأن أهلهم ما بيقدروا يساعدوهم. الشاب والصبية من لبنان إذا عم نواجه الحديث لقلهم بيحبوا الصدق. يعني ما بيحبوا التمثيل إنه واحد يحكيهم شيء ويعمل، هن بيحبوا يشوفوا. وشغل الحلوة إنه يسوع قال تعال وانظر. الصدق لما بيشوفوا إنسان عم بيعيش مسيحيته بصدق كوني عساء إنه كتير بيحبوه. وهن بحاجة فعلا واحد ينقل هالكلمة الحية يجسدها، مش إنه أبا أنا عم بعطيهم لكتشر يعني عم بعطيهم مناظرة وخبرهم أخبار ويجوا على الأرض الواقع يشوفوا غير شيء. لا، مش هذا المطلوب. اليوم نحن علينا نتفهمهم، عليهم تحدي من ناحية الإنترنت، من ناحية الموفيز، الفيلم ميكر عم بغير كتير علاقات بعلاقات الناس. يعني ما تفكر إنه صدفة، بيتعرضوا لكتير أفكار. ما فيني أجي أقول له لا إنه ممنوع تشوفه، هي ممنوع تشوفه، شوف اللي بدك إياه، بس أنت رح ترفض لما أنت تعرف شو بضرك. يعني مثل واحد إذا قلتي له يعني رح حط تشبيه كتير واقعي، إذا حطيتي له 10 كبايات جن بيشربهم؟ أكيد لا، لأنه بيعرف إنه رح ينضر، بس إذا شرب بلعة صغيرة ما رح يموت. هذا اللي عم نجرب نقول، نحن كل هدفنا نقول له تعرف على الرب وتعرف على اللي بدك إياه. وانت اخر شيء رح تختار. حكيت عن الصدق بير اثناسيوس وهذا شغل كتير مهمة خاصة عند الشباب أكيد، ولكن كمان الشباب بيعتبر أنه إذا كنت مسيحي أو لابس التوب أو ما عم تعطيني مثل حلو أو مثل أعلى فإذا أنا برفض المسيحية. في كتير ناس أصلا يسوع قال يرفضون يجدفون على اسم الله بسببكم. صدقيني يعني بعد واحد ما يكون لابس تياب كاهن ويعمل شغلة غلط أرحم بكتير 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 من أنه يشوفني بهيدي التياب عم بعمل شغلة كتير غلط. لابس توب ولا معتبر حاله طبعاً مسيحي ملتزم ولا عم بيحاضر بكل المواضيع؟ يعني في خوري صديقي وبيتصرف بغير طريقة برات لبنان برعيته مرة فات على باب، مش باب عادي يعني، هو منه باب مثل كباري يعني، عم كتير خبرية فيها تحدي بشوفي شو حلوة. فات بده يخلص بنت، يعني بنت هو من رعيته. لما فات لجوا بتقوم البنت بفتش عليها بلاقيها، عم خبر قصة مزبوطة مش إنه قصة يعني، بتقول له شو عم تعمل أنت هون؟ قال أنت شو عم تعمل هون؟ قال ليش فكرك اللي ما بليق فيك بليق فيي؟ أو اللي ما بليق فيي ما بليق فيك؟ ما أنا وياكي نفس الشيء، ما يسوع هو فيك وفيي، أنا مفروز للخدمة أنت مفروزة تعملي عائلة، بس اللي بضرك بضرني واللي بضرني بضرك. ومن وراء هالمحبة الصادقة والاتحاد فيها راح لعندها، انتبهتي؟ راح لعندها قدر سحبها. يعني ما حدا يقول أنا ما خصني، شفت من هالدعايات هولي، كلنا معنيين. اليوم أنت مذيعة كاتيا، طلتك الحلوة على التلفزيون، كلمتك الصادقة، تعبيرك الواقعي الصادق الشفاف المبني على حقيقة بيأثر بقلوب الناس، بيكون زوادة مثل ما استعملت الكلمة على بكرة، زوادة للناس كلهم. اللي قاعد ورا الإخراج إذا بيلقى بحط شغلة كتير حلوة بفرجيها للناس بوصل رسالة. كل واحد منا عنده دور، يسوع منه يعني كل واحد منا يسوع كاتب اسمه على إيده وكلنا مهمين بالنسبة له، وكل واحد منا بيكمل حضارة الميلاد. أنا هيك بحب هالكلمة كتير، حضارة الميلاد. حلو كتير الحديث معك بير اثناسيوس. يعني لبالنهاية نقول أنه هو تجسد يسوع المسيح، منه بس يعني عيد الميلاد هيك ما بنعود نعرف شو يعني تجسد يسوع المسيح، ويعني نزوله من عليه ومن سمائه إلى الأرض لحتى يكون واحد منا. منا هينة يعني، أو منا يعني كلمة هيك تقال ومتعود عليها ولو بعد 2000 سنة. ومثل ما عم تقول حضرتك ما نزل لشخص، نزل لكل شخص ولكل البشرية، حتى المسيحي وغير مسيحي، البشرية جمعاء. شكرا لك بير اثناسيوس لوجودك معنا، أكيد بنشوفك بلقاءات تانية وينعاد عليك. الله يبارك فيك. ميلاد مجيد وقف هلا، وبنرجع منتابع ألايف نحن وياكم مع مجموعة كتيرة من المواضيع الأخرى. كمان رح نكون بجولة على المناطق لنشوف جمال المناطق اللبنانية، وهيدي صلاة بحد ذاتها أنه نكون كمان عارفين قدي وطننا حلو، قادرين نكون عم نقدر جماله ونحافظ عليه. رح نكون نروح كمان بزيارة بيئية لمنطقة الضنية وكتير من المواضيع التانية. هلا وقفة ونكون مع إيت سمارت، خليكم معنا.